ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ معكم احمد محمد، فيديو جديد. وفي فيديو النهارده هنتكلم عن موبايل اوبو الجديد اللي بكاميرا في الشاشه. بس قبل ما نبدا الفيديو، لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب، يلا اعمل لايك وسبسكرايب، عايزين نوصل ل 1000 مشترك في اقرب وقت. وبس كده، يلا بينا نبدا الفيديو. عادة اوبو تحب تبهرنا بابتكاراتها الجديدة، زي ما بهرتنا مرة بالريلمي، واللي هي بتعمل فئة بسعر، تديك سعر عالي، سعر قليل اسف، مع ابتكارات وحاجات عالية جدا. راحت نزلت لنا بعد ريلمي، ما اكتفتش بريلمي، ونزلت لنا رينو، وكان رينو بياخد زوم في 10، فكان موبايل حلو بياخد زوم اللي هو يجيب القمر والكلام ده كله، فكانت بتبهرنا. النهارده في مؤتمر النهارده شركة اوبو بتعلن على اول هواتفها بالكاميرا في الشاشة، اللي هي مفيش ولا سلايدر ولا في نوتش ولا في اي حاجه. ايه موضوع بقى الكاميرا دي؟ زي ما انتم عارفين ان شاومي اعلنت من فتره عن موبايل كاميرا في الشاشه، بس كانت تسريبات، عباره عن تسريبات من شركه شاومي. شركه اوبو برضو اعلنت عن كاميرا في الشاشه، ولكن اوبو سرعه سريعه كده في الموضوع الاول، وخلاص قربت تنتهي وتنزل الموبايل. وفي على فكره في المؤتمر ومعرض الموبايل ليهم بكاميرا في الشاشه، لكن الموبايل ده كان موجود في جراب سميك جدا، فكان الجراب مش بيبين الصراحه الموبايل دوت نوعه ايه. وانا بتوقع الصراحه ان الموبايل دوت مثلا هيكون نوع جديد او حاجه جديده، يعني مثلا رينو، مثلا زي رينو زي ريدمي كده، هيبقى اوبو حاجه، يعني اوبو سلسله جديده ممكن اوبو تعملها، هتبقى مختصه بالكاميرات في الشاشه. الكاميرا اللي في الشاشه، انت بص هتجرب الشاشه، هتبقى شغاله معاك كل حاجه زيك كانك ماسك موبايل عادي. وهم جربوه كانوا عارضين فيديو كده، وبحب يجرب الشاشه، هي تبقى شغاله عادي. ولكن المفاجاه انها لما تفتح الكاميرا لما تيجي تفتحها كده، هتلاقي دايره بتلف كده جوه الشاشه، ودوت المكان اللي هو يبقى فيه الكاميرا الاماميه وهتنور. بس على فكره في مشكله هتعمل، ان الموبايل دوت هيبقى جاي بعد عدسات جديده وسنسور جديد، فالسنسور جديد عشان يعني ايه، هتبقى محتاجه اضاءه اكتر في الكاميرا هنا، فالسنسور اللي هتبقى موجود والعدسات الموجوده مش هتبقى موجوده في اي كاميرا اماميه في اي موبايل نزل قبل كده. ده خلاف ان الشاشه هتبقى مصنوعه بماده كده عاليه الشفافيه، عشان الكاميرا الاماميه عايزه ضوء طبعا، لكن الحكايه بتاعت عالي الشفافيه والكلام ده كله هيبقى في الجزء بتاع الكاميرا فقط، يعني الجزء بتاع الكاميرا فقط كده، الجزء المربع ده بتاع الكاميرا، وبيت الشاشه هتبقى زي اي شاشه عاديه. بس برضو الموضوع دوت اكيد في مشاكل زي اي موضوع جديد بيطلع. ومشكله هنا انك لو انت جايب موبايل جديد مش هتعرف تركب له سكرين بروتكتور، واكيد لو عايز سكرين بروتكتور هيبقى جاي اعتقد مع موبايل سكرين بروتكتور مصنوع برضو عاليه الشفافيه، عشان انت مش هينفع تركب اي سكرين بروتكتور، لانك كده هتظلم على الكاميرا وهتخليه تطلع صور فيها نوز كتير وفيها يعني صوره جودتها وحشه خالص، فدي ممكن تبقى مشكله. تاني حاجه انك في الاضاءه اصلا بالليل او في الاضاءه الضعيفه هتحس ان المكان كده بتاع الكاميرا مختلف شويه عن المكان بتاع البيت الشاشه، يعني تحس ان المكان بتاع الشاشه دوت اللي هنا اللي هو مكان الكاميرا مختلف، يعني تحس ان هو مثلا شفاف شويه، تحس ان هو لونه مختلف او الالوان فيه مختلفه شويه عن بيت. وبس كده يا جماعه، وصلت الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، يعني متهيألي كده قلت كل حاجه يمكن متسربه للموبايل بتاع اوبو الجديد. باذن الله وما اعرف ليه سلسله جديده، اول ما اعرف كل حاجه. وده كان اخبارنا عن ماشي طبعا، زي ما انتم عارفين ان سلسله عن ماشي دايما بتجيب لكم اخبار وتسريبات وحاجات قويه كده. ده اللي انا بعد ما دورت وكده، ده اللي انا عرفته على حكايه اوبو، ان هو يجي بسنسورات وعدسات غريبه في مكان الكاميرا خلاف اي كاميرا عامه وكده. يا رب تكونوا استفدتوا، لو استفدتوا اعمل لايك وسبسكرايب ومنشر لاصحابك عشان يستفاد زيكم. وبس كده، يلا مع السلامه.